لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعد وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النور وآله إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإلى آل بيته الطاهرين وذريات الصالحين وإلى آبائنا ومشايخنا أجمعين الفاتحة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة سيدنا سلطان الإمام علي بن موسى الرضا وأصوله وفروعه وآل بيته أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأصوله وفروعه وأبناء طريقته أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة سيدنا شيخ أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه وأصوله وفروعه وأبناء طريقته أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا حضرة سيدنا شيخ معين الدين ششتي رضي الله تعالى عنه وأصوله وفروعه وأبناء طريقته أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد السلام بن مشيش رحمه الله تعالى عنه وأصوله وفروعه وأبناء طريقته أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة سيدنا شيخ سيد والدي يحيى بن محمد رحمه الله تعالى عنه وأصوله وفروعه وأبناء طريقته أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. 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 أستغفر الله العظيم توب إلي. أستغفر الله العظيم وأتوب 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 إليه. 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 أستغفر
الله العظيم واتوب إلي. استغفر 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 الله العظيم واتوب إلي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا الله لا إله إلا
إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النور وآله اللهم صل على سيدنا محمد النور وآله اللهم صل على سيدنا محمد النور وآله اللهم صل على سيدنا محمد النور وآله
اللهم صل على سيدنا محمد النور وآله. 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 اللهم صل على سيدنا محمد النور وآله.
تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى خزائن جودك لا
تنقضي تعم الجواد بها والبخيلا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا الله 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 دعوجي مولا جليلا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا. اللهم صل على الحبيب محمد يا عليه وآله اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وآله لولاك يا زينة الوجود لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وآله ولا ترنمت في صلاتي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وآله إن قيل زرتم بما رجعتم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل
حب محمد يا رب عليه وأصلي على الحبيب محمد عليه راجع نبي كل خير قولوا راجع نبي كل خير واغتال الأصول اللهم صل على الحبيب صل عليه وآله الله فيا ليالي الرضا علينا فيا ليالي الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وآله ربنا يا ربنا 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 بها يثبت الإيمان بها يحصل الأمان كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا جمعت معنا التوحيد ودلت بلا مزيد كرر أيها المريد لا إله إلا الله ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا تكرارها ما أحلى ما أبهى وما أعلى تكرارها ما أحلى ما أبهى وما أعلى تدني العبد من مولى لا إله إلا الله ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا هي شفاء الصدور هي نورا على نور هي شفاء الصدور هي نور على نور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا قد
فتانا في الوصول عن النبي الرسول قد أتانا في الوصول عن النبي الرسول أن خير ما نقول لا إله إلا الله ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه قدم الرسل إلى محمد رسول الله ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وآله صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وآله صلى الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آل أهل الصفا وآل أصحاب أهل الوفا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, continuing with the series of the explanation of the Qasida La Ilaha Illallah, tonight, inshallah, we'll be exploring the 11th verse. Again, starting with the ayah where Allah mentions in the Holy Quran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu thkurullaha dhikran kathira. The scholars of tafsir have said that there is no one single command in the Holy Quran that we are ordered to perform in abundance except for dhikr. The reason why Allah tells us that we should be in the state of dhikr is that we don't make dhikr of the dunya. Rather, occupy yourself with Allah so that you don't occupy yourself with the dunya. But dhikr itself is not just sitting in one place, closing your eyes, counting on a tasbih and mentioning the names of Allah, or saying La ilaha illallah. Remembering Allah and dhikr of Allah is in everything we do, because Allah is in everything and in every moment. This religion of Islam is so beautiful that we have been taught du'as for every act we perform. From the moment we wake up, we read a du'a, we praise Allah. We praise Allah, we thank Him. All praises are after taking it away, and to Him is our rising on the Day of Judgment. Thereafter, we go to the bathroom, we read a du'a. We have breakfast, du'a. We leave for work, there is a du'a. We enter our homes, we greet our families, right up to we go to sleep, there is a du'a. We are reading du'as for either praising Allah, seeking His protection, asking for His blessings. So every action we do, we are remembering Allah because we are making dua to Him. That is a form of dhikr. We are remembering Allah in every action we perform, and that's the beauty of our religion. So that, coming to the verse that we are explaining today, it goes as follows: لا تغفن أنها ولا تدرك تنديها المولى إن مثل الأعلى لا إله إلا Allah. So the meaning, which could mean do not become unmindful of it. Verily, the most exalted phrase, how Allah in every act we do, the verse is saying do not be unmindful and do not leave glorifying Allah, your Creator. Just to decode the verse, it goes La taghfal, La, which is not, and taghfal, the root word, which is ghafala, which is to be unmindful, and ha wala, then we get tadruk, which is to leave, tanziha, which is nazza, to declare, could be used in a verbal form, the idea of doing, and in this case, or declaring or glorifying. Al-Mawla, we all know, is our master, which is Allah. Then we go Inna Matha, Inna, which means indeed. Matha, which the meaning is to be like. And Alal A'la, A'la is the highest. So going back to the verse, it says, do not become unmindful of it and do not leave glorifying the master. The most exalted phrase is La ilaha illallah. The phrase is saying that the verse is saying that the most exalted phrase is La ilaha illallah. It is saying it is the most highest. If you look at the word exalted, it means the highest rank or the most powerful of phrases. Nabi Musa alayhi salam once asked Allah Ta'ala to prescribe to him a dhikr whereby he could remember Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah subhanahu wa ta'ala said, O Musa, recite La ilaha illallah. Or say La ilaha illallah. Musa alayhi salam replied to Allah and said, all of you, your creation recites the dhikr of La ilaha illallah. I desire for something special and unique to me. Allah subhanahu wa ta'ala then said to Musa alayhi salam, if the seven heavens and the seven earth and La ilaha illallah placed on the other side of the scale, La ilaha illallah would outweigh everything. This is the true status of La ilaha illallah. As Sayyidi says, there is no lethal dosage for making dhikr. Go as high as you can, get intoxicated with it, so that it becomes easy on your tongues, so that the moment we die, we say La ilaha illallah, and we are raised saying La ilaha illallah. I make dua that inshallah Allah grant us the understanding of La ilaha illallah until it becomes the ultimate reality of our hearts. Ameen. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكثير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك الفاتحة Inshallah, there's a request for Dua Shifa for Ahmed Rawat and Sayyidah Abdullah. May Allah Ta'ala grant them Shifa un Kamilat un Ta'amma and our brother Sidi Nawaz, his grandmother passed away. May Allah Subhanahu wa Ta'ala grant her Jannatul Firdaus al A'la.
مع النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بسر سورة الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، اللهم اجعلنا من المتحابين فيك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Just a reminder that the dhikr is continuing in the Masjid Abu Bakr Siddiq every Friday after Isha Salah. Please adhere to the COVID rules of wearing your mask and bringing your own musalla. All men, ladies and families, welcome. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullah.